اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد، بقول لك محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد، ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب. نعود من حيث بدأنا إلى قواعدنا سالمين، إلى سورة الطهر والعفاف، إلى سورة الأدب والأخلاق، إلى السورة التي بدأها الله بصورة، السورة التي فرضها الله في بدايتها، السورة التي تنير بيوتنا وقلوبنا وحياتنا وآخرتنا، إنها سورة النور. وكنا وقفنا في لقاءات سابقة متعددة إلى أن وصلنا إلى قول الحق سبحانه: قل للمؤمنين، آية رقم 20 مش كده برضو؟ 30، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ووقفنا يا عم الشيخ سويسي مع يغض وغض، يغضون، أغضض من صوتك، وغيض الماء مش كده برضو، يعلم غيض الأرحام وما إيه، وعرفنا كلمة غاضة وكده، وفرقنا بين البصر والنظر والرؤية. ويحفظوا فروجهم، وقلنا إمتى القرآن يذكر كلمة فرج وإمتى يذكر كلمة سوءة، كل ده في اللقاءات الإيه؟ السابقة. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واليوم الآية رقم 31: وقل للمؤمنات، ما توحد مركز، راح كده وركز، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. رغم أن دايما القرآن ماشي بقاعدة اسمها قاعدة التغليب. إيه قاعدة التغليب يا مولانا؟ لما القرآن عايز يؤمر الأمة الإسلامية بأمر، بينادي على الرجال من باب التغليب، والنساء يدخلن معه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم. طب النساء ما بتصومش؟ كل يصوم. يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النساء إيه؟ حتى الرسول كده في السنة قاعدة التغليب قاعدة لغوية، فيقول إيه؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كله إيه؟ ورجلان، ورجل مش صح ولا، ورجل دعتهم رأى ذات منصب و، طيب حط معاها وامرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني، ده اسمها قاعدة الإيه؟ التغليب. فلما لكن هنا في سورة النور القرآن يؤكد ويقول لك ما فيش تغليب هنا، فيقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأصول إن الستات إيه؟ يدخلوا معانا، لكن القرآن قال لا، أنا عشان بقى ما يبقاش في لف ولا دوران، أنتوا في دي بالذات لكم حكمكم وهن لهن ايه؟ وصل ولا ليه؟ في دي بالذات يغضوا من ابصارهن ويحفظوا فروجهم للذكور، وللنساء يغضضن من ابصارهن ويحفظن. عشان في بعض الناس النهارده يقول لك لا ده غض البصر للرجال فقط، لا، القران جاي يقول لك المراه تشتهي من الرجل كما يشتهي الرجل ايه؟ وقلنا الحديث بتاع سيدنا النبي لما دخل عبد الله بن ام مكتوم وقاعد مع بعض من امهات، يا عم ما توحد، من أمهات المؤمنين، فلم يحتجبن، ما قاموش دخلوا جوه. فسيدنا النبي قال لهم احتجبنا، قوم ادخلوا جوه. قالوا له يا رسول الله إنه أعمى. على سيدنا عبد الله ابن أم إيه؟ ده مش شايفنا. فسيدنا النبي يقول لهم والمين يا مولانا؟
يا عم الشيخ عبده لمين؟ يا عم الشيخ علي مشايخ جنب بعض يعني، لأمهات المؤمنين اللي هم ما فيهاش غبار. بس واحد يقول لك ايه؟ انا غض بصري، ايه ده انا قلب ابيض؟ صح ولا؟ اظن مش هتبقي زي واحدة من أمهات الايه؟ المؤمنين. فسيدنا النبي لهم قوموا فاحتجبن. اسمعوا بقى، أفعمياوان أنتما؟ يا سلام، كانوا اتنين من أمهات المؤمنين، إن ما كانش هو شايفكم فأنتوا إيه؟ بص يا أخي عظيم القرآن، فيقول وقل للمؤمنات يغضضن من ويحفظن. وقلنا القرآن رتب غض البصر وبعديه حفظ الفرج، من غض بصره حفظ فرجه، ومن لم يغض بصره قد لا يحفظ. ليه؟ لأن البصر رسول إلى الفرج. البصر يلقط الصورة يخمرها يحمضها يطبعها ويبعتها للقلب، القلب يؤثر على الإيه؟ فكأن الإسلام بيقولك أنا بقفل البيت من إيه؟ ما فيهاش نص نص. حتى لما سيدنا سعد سأل النبي قال له يا رسول الله أرأيت نظري الفجاءة؟ أنا خارج من الجامع عيني وقعت على غم قدامي، أعمل إيه؟ فسيدنا النبي قال له اصرف بصرك فلك الأولى وليست لك الثانية، أو لك الأولى وعليك الآخرة. فواحد يتفلسف يا عم أحمد يا خلف، يطلع قدام الجامع تقول له اصرف بصرك، يقول لك لا ده لسه في الأولى. يا راجل أنت شيخ ولا إيه؟ لا بجد، يقول لك ده لسه في الأولى. زي ما واحد يا عم ما توحد، واحد مرة قاعد يشرب بجد والله، فمسك يا عم صلاح الإزازة، قلت له الله يا أخي، بعد ما شرب بقى الإزازة خلصت حقيقي، كان ما أعرفش واكل سمك ولا الله أعلم، فسحب الإزازة كلها. فقلت له يا أخي مش تسمي السنة وتشربها ثلاث مرات؟ قال لي يا مولانا ما هذه هي الزجاجة الأولى، يعني لسه إيه؟ لا بتعلق مني بقى. صلى على الحبيب. وقل المؤمنات يغضضن من ويحفظنا. ما هو طالع دلوقتي الـ 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 القرآن يا أخي يثبت صلاحيته لكل زمان ومكان. طالع دلوقتي قال بقى في حاجة اسمها كوافير رجالي، وبقى في حاجة اسمها مكياج رجالي، وبقى في حاجة اسمها ميك اب رجالي، وبقوا الرجالة دلوقتي قال بيحطوا على وشهم وعلى شفايفهم وعلى، حصل يابا ولا؟ ده اللي يعمل كده ليس برجل. ويطلعوا قال يلبسوا حلقان في ودنهم كده، ويلبسوا سلاسل، ويلبسوا مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ انا مش عارف والله. سيدنا النبي يا من تلبسوا سلسلة، سواء السلسلة كانت فضة او ذهب او حديد او فلصو، ايا كان نوعها ايه، فهو تشبه للرجال من الرجال بيه، ماليش علاقة نوعها ايه. اصل واحد يقول لك ايه ده فضة، ماليش علاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء به. فأنت بتبقى ماشي ملعون. دلوقتي بيبقى البنت والولد ماشيين مش عارف تفرق مين الذكر ومين، صح؟ يبقى القرآن لما يقول يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يبقى دقيق. ولذلك صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم حين قال يقول صنفان من أهل النار لم أراهما، نوعين من أهل النار الرسول بيقول ربنا قال لي عليهم وأنا أعرفهم بس أنا لحد دلوقتي ما إيه صلى الله. ده من علامات الساعة، وده يثبت صدق سيدنا النبي. صنف رجال وصنف نساء، خير أن رجال معهم صياط كأذناب البقر كرابيج يضربون بها الناس، ودي كناية عن الظلم. طب النساء، النساء اسمع كاسيات عاريات. كاسيات ها ده الشيء وايه؟ طب ازاي كاسيات يعني لابسين؟ وده حديث رسالة ارسلها لكل رجل يظلم غيره وكل امرأة تفتن غيرها بلباسها. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اسمع للي جاية اسمعي، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا يدخلن ايه ولا يجدن ايه؟ وعشان ايه يعني انا اخسر الجنة؟ يعني انا عايز افهم عشان ايه. فالعلماء لما وقفوا مع كاسيات عاريات، كاسية يعني لابسة، طب عارية مش لابسة، طب ازاي يعني هتلبس شوية وتلع شوية نص ونص يعني؟ قال لا، العلماء زمان لهم نظرة والنهاردة النظرة ايه اختلم، والرسول صدق قال لم ايه لم أرهم. فالعلماء قالوا طب كاسيات عاريات، كاسية من السيئات عارية من الحسنات، عم توبة، كاسية من الطاعة كاسية من المعصية عارية من الطاعة. أنا عايز أفهم الحتة دي، لو جم زماننا النهاردة كانوا إيه؟ كانوا عرفوا. شوف إلى انظر إلى اللبس بتاع المرأة الضيق جدا اللي هو عايز يقول يا اللي ما شفتش، افهم يا بجم، خد بالك أنا معدية عليك زي الحصان يا راجل، أنت مش تبص مش تفتح. لا سبحان الله، حاجة عجيبة. فسيدنا النبي يقول كاسيات عاريات، وده اللي حصل النهاردة، لابسة وكأنها شروط ثياب المرأة المسلمة. واحد، عد معايا، أن يكون فضفاضا واسعا، فضفاضا واسعا. اثنين، أن يكون طويلا مخبخبا يجرجر على الأرض كده. الرجالة مأمورين بعدم إسبال الإزار، إنما الستات العكس. حتى لما جم يسألوا سيدنا النبي قالوا يا رسول الله، يا عم صلوا عليه، إحنا بنمشي بالثياب تجرجر على الأرض ونمر على الطين أحيانا والتراب ومش عارف إيه، فسيدنا النبي قال لهم ما بعده يطهره. ما بعده إيه؟ يبقى ثياب المرأة المسلمة العفيفة فضفاضا واسعة، أن يكون طويلا ألا يشف يعني لا يظهر ما إيه؟ ما تحت، ولا يصف يعني لا يجسم. خامسا، ألا يكون لونه ملفتا، أقول تاني واسعا فضفاضا طويلا لا يصف ولا يشف، وأن يكون إيه؟ ألا يكون لونه إيه؟ ها؟ ملفت. صليت على الحبيب سبحان الله. والرجل الشرقي خاصة دائما يلفت نظره الشيء المحدد المغطى، وقد لا يلفت نظره الشيء الايه؟ ها؟ المكشوف خالص. هضرب لكم مثلا بعد ما تصلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة من المدرسات أرادت أن تعطي البنات درسا في الحجاب والستر والعفة، فجت جايبة لهم قطعتين من الشوكولاتة، حاجة غالية أوي، باب الشوكولاتة غالي أوي، وجت حطهم قدامها كده على المكتب، إلا إن هي عملت حيلة جميلة أوي، مسكت قطعة كشفتها من الورقة، طلعتها من الإيه؟ من البتاع بتاعها اسمه إيه؟ التغليف بتاعها السيلوفان ده، والقطعة التانية سابتها، وقعدت تشرح في الدرس، طول ما هي بتشرح وسابت الباب بفتح والشباك. ايه الفرق بين دي ودي بقى؟ الدبان جه على ايه؟ الذباب والناموس والهموج وساحت، وبقى شكلها عفش، شكلها وحش. شويه لما خلصت قالت لهم تعالوا بقى علشان نوزع الشوكولاته دي، مين هياخد من اللي مكشوفه؟ قالوا لا 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 لا، مش عايزين من المكشوفه دي خالص، اخس اخس اخس، حاجة معفنة، والدبان جه عليها والهموش والحشرات وعليها تراب وبقت ملوثة طب مين هياخد من المغلفة؟ أنا 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 أنا. قالت لهم وصل الدرس. قالوا لها إيه الدرس؟ قالت لهم البنت اللي بتبقى مكشوفة مش محجبة، كشف شعرها، مجسمة مفاتن جسمها، دي عاملة زي الشوكولاتة اللي إيه؟ مش مغلفة، كله بيعف عليها، وما يعفش عليها غير الناموس والهموس والذباب اللي زيها. ما هو كل بيقول لك ايه
كل إناء بما فيه والطيور على أشكالها، ما تلاقيش واحد محترم يبص لواحدة متبرجة، ولا تلاقي واحدة منقبة أو محجبة مخمرة تبص لواحد صايع أبدا. صح ولا؟ حاجة عجيبة والله. قالت لهم لكن المرأة المحجبة العفيفة عاملة زي قطعة الشوكولاتة المغلفة دي، محدش يقدر يقربها. وأنا عمال أقول أختاه لا تكوني كروما كل الطرق تؤدي إليها، أختاه لا تكوني كروما كل الطرق تؤدي إليها، ولكن كوني كمكة لا يصل إليها إلا من استطاع إليها سبيلا. وسبحان الله إحنا كرجال عم صلاح، كل الست ما تبقى محترمة وتقيلة وعفيفة كل الراجل ما إيه يقول أنا عايز أخطب البنت دي، البنت دي في حالها كده. صح ولا؟ اللهم ارزق يا رب الشباب زوجات صالحات، وارزق البنات بالأزواج الصالحين، قول أمين. وعايز أقول حاجة سامحوني فيها، إحنا بقى هو في ولا يبدين زينتهن لسه، كل بنت، كل أم، كل امرأة تخرج من بيتها متبرجة كاسية عارية متعطرة، فأنا ألوم عليها، ولكن اللوم الأكثر مني على ولي أمرها. كلكم راع وكلكم مسؤول، فلبس المرأة وعفة المرأة وشكل المرأة يدل على رجولة أخيها وأبيها وزوجها. والأدهى والأمر يا مولانا عشان نختم، إن تبقى ماشية تتراقص وتتمايل متبرجة فاتنة شعرها كده وجسمها كده وقلعة كده، وماشية مع مين؟ مع زوجها، وهو إيه؟ مبسوط قوي، عايز يقول لك ما انت شايف المدام يا مولانا. وبالمناسبه من 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 عظمه الاسلام، القران عمره ما ذكر كلمه مدام ابدا، ولا السنه جابت كلمه مدام ابدا. شفتها يا بابا؟ احنا دلوقتي حد يقول ايه المدام فين؟ عارف زمان ما كانش فيها مدام، ما كانش الكلام ده، كان يقولوا عليه ايه؟ الجماعه واقفين معايا بره، ام العيال، الاسره، ولادي. حصل ولا الى النهارده؟ ايه كلمة المدام جت منين؟ كلمة مدام اصلها مدام بضم الايه؟ بضم الميم. ايه المدام؟ اللي هو الخمرة، الخمر وما يسكر العقل اسمه ايه؟ مدام، مزاج يعني مزاج. فقبل الاسلام في الجاهلية كانوا يطلقون على المرأة مدام عشان الايه؟ على المزاج يعني. فهل ينفع نجيب الكلمة دي على امهاتنا في الاسلام الان او على نسائنا؟ لا، قول زوجة، قول بنتي، قول أختي، قول أم فلان، قول الجماعة، حتى القرآن سماها الأهل. فلما قضى موسى الأجل وصار بإيه؟ وسمها زوجة وسمها امرأة. لكن أنا مش عايز أسمع كلمة مدام دي، ولما تيجي تتكلم مع واحدة تقول لها إزيك يا أختي تقول لك لا، أو إزيك يا مدام تقول لك مدام إيه يا جدع، عيب عليك، ده أنا آنسة، لا محترمة بصراحة متربية. هم خدوا إن مدام دي يعني إيه؟ متجوزة، وآنسة يعني مين اللي جاب الألفاظ ده؟ أنا مش عارف، دي مش عندنا في الإسلام. هي المرأة امرأة والبنت بنت، الإسلام فرق بين كلمتين بكر وسيب بس، لكن دي لها احترامها ودي لها إيه؟ تقدر. فمش عايز أسمع كلمة مدام تاني، تقول لك ده أنا مدام فلان، مدام فلان. هل أنت تساوي نفسك بالخمر والمزاج والينفع؟ وكان المدام ده فين؟ في الحرام. إنما أنت عفيفة طاهرة. وعايز أقول لحضراتكم حاجة، لما تروح تشتري حاجة غالية يا عم أحمد، كل ما تبقى حاجة ألماس كده أو ذهب أو بتاع، تبقى مغلفة جوه مغلفة جوه، تغليف جوه تغليف، عشان حاجة إيه؟ سمينة. إنما الحاجة اللي ملهاش قيمة ارمي ارمي. فكذلك عشان المرأة لها قيمة في الإسلام، فالإسلام حافظ عليها داخليا وخارجيا وشكليا، علشان لا تتمتع بمفاتنها إلا في الحلال الإيه؟ الطيب. يبقى ولا يبدين زينتهن إلا ما إيه؟
إيه الفرق بين بدا وظهر؟ وإيه المراد بالزينة التي تبدو؟ الزينة اللي هتظهر أو تظهر غصب عنها، اللي هي مش متعمدة إظهارها، دي اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء وللأنفس بقاء. اللهم ارزقنا الستر والعفاف، اللهم ارزقنا الستر والعفاف، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واهد بناتنا، واهد بناتنا، واحفظ شبابنا، واحفظ شبابنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. ويا رب اشف جميع مرضى المسلمين. الحمد لله رب العالمين.